انا فرحانه ابو حسن لان غادي نشوف الالبوم ديال التصاور ديالك مع انني قريب من عائله فلان. الحمد لله دخلت لدارك وكليت طعامك وجلست مع وليداتك. مرحبا بك ابو حسن. وهي اي حاجه كتبدا بالقلب كتوصل القلب، وكل ما كنتش نكون فنان غنكون فنان. سافرتي عبر فرق مسرحيه، سافرتي مع فنانين كبار من كتقول الحمد لله. طيب علاش؟ لان دائما انا كنقول اليوتم ديال الكبر صعب من اليوتم ديال الصغار. الشباب اللي كاين ما عرفوش اش دار الطيب صدق، ما كيعطيكش، ولكن تيقول لك الا كنتي ذكي خذ منك. شرينا طوموبيل فرحنا، الثنائي عنده طوموبيل. المرحله الذهبيه هي مسرح الحي. المسرح الحي لانه حي. ومسرح الحي لان كونه في الحي محمدي. رياضة الوالدين مهمه جدا في الخطوات ديال اي واحد.